طلابنا، أولا السلام عليكم، نتمنى لكم إن شاء الله سنة موفقة وإن شاء الله تتجاوزون هذه المرحلة. الميديكال ديزيز اللي إن شاء الله راح نتطرق لها، إحنا راح ناخذ فكرة بسيطة عن الميديكال ديزيز، وليتر أون راح يعني وذ تايم من نكبر شوي شوي راح نعرف شنو فائدتها، شنو أهميتها، لوش دا ناخذها. فاحنا اليوم ان شاء الله المحاضره اللي سويت لكم اياها هي محاضره مجرد انترودكشن، يعني مجرد انه اعرفكم احنا شنو راح يصير، يعني من نحكي ليتر اون على فد مواضيع معينه عندكم فد معرفه ولو بسيطه، بس ما يخالف. اليوم محاضره تعريفيه. المحاضره مالتي اليوم هي بخصوص الاثيروسكلروز، اللي دائما هذا التوبيك نحكي فيه احنا دائما، يعني نقول مثلا هذا المريض عنده، هذا المريض عنده السكيميك هارت ديزيز، او هذا المريض عنده هايبرتنشن، هذا المريض عنده سمثينج ايلز، فعاده ما نقول هذا ديو تو اثيروسكلروسيس. الاثيروسكلروسيس انتم تعرفون الارتريز، يعني احنا الفيسلز عندنا ارتريز، بس عندنا الفينز الكابيلاريز، فاحنا موضوعنا حول الارتري. الارتري اللومن مالتها بالداخل مالتها تصير عندي فد اثيروما. شنو اثيروما؟ يعني تجي فد ليبيد سبستانس. ونطونا المايك، شنو هذا الواحد يطلع خليه. اكو اثيروما، فهاي تجي بليت هيد داير ما دايرها، تجي ايضا وياها ماكروفيجز. اليوم مال الارتري يبقى بيتنت ويعبر البلاد، راح يصير البلاد اللي يعبر قليل، يعني بدل ما البلاد مثلا صوندة، اذا نخليها ببالنا شلون الصوندة، صوندة تعبر لي بلاد فول، تعبر لي مي فول. اليوم مالتها اذا سوينا لها ابستراكشن فروم انسايد، وهذه الاثيروما راح تقلل المجرى مال البلاد، وهذا نتيجه فد انفلاماتوري بروسيس، بها ليبيد ايجنت، بها فد ماكروفيجز، وبعدين تجي البليتليتس. اني هاو الكلينيكال مانفستيشن مال الاثيروسكلروسيس 70% من اليومن should be closed to manifest the clinical disease. أعيدها، هاي نقطة جدا مهمة. اليومن أحتاج إنه ينسد 70%، يلا يصير عندك clinical symptoms، يلا المريض يبدي عنده clinical symptoms. السؤال اللي بعده، هل هذه الاثيروسكلروسيس هي مع الايجنج بروسيس، يعني مع الكبار ناس كبار ولا مع الصغار، وتبدي شلون؟ هذا السؤال دائما ينطرح. ف للاجابه على هذا السؤال لازم نعرف انه الاثيروسكلروسيس ستارتد يعني بعمر العشرينات، ممكن تبدي الاثيروسكلروسيس بعمر العشرينات تبدي عندنا الاثيروسكلروسيس، واكو فد عوامل معينه طبعا تاثر عليها. هذه العوامل المعينة من ضمنها الأيد، من ضمنها الجسر، يعني الفيميل عادة تكون بروتكتيف فور اثيروسكلروسيس بروسيس لحد المينوبوز، لحد الفترة اللي نسميها سن اليأس، وراها تصير حالها من حال الميل معرضة للاثيروسكلروسيس. السموكينج أيضا يجيب لهذا. ميديكال ديزيزز، هذول اللي عندهم خطية دايابيتس، اللي عندهم هايبرتنشن، اللي عندهم رينال امبيرمنت، كلها هذه تخلي المريض لايبل فور اثيروسكلروسيس. زين، هسه انا الاثيروسكلروسيس اخذت لي فكرة عنها وعرفت ايش يسوي لي بالارتري، ودريت بانه المانتش مالت لحد ما 6% من اليومنيين عرفت اللي احنا قلناها ان الاي الجندر، مثلا ميديكال ديزيز مثل الهايبرتنشن، مثل الدايابيتس، واحد
مثلا عنده اوبيسيتي، واحد هايبر كوليسترولميا، كلها هاي تؤدي الى شنو؟ تؤدي انه يؤدي فكره الثراثي بشكل غير مستقل. زين، السؤال اللي بعده، هذا من هو فاتح المايك؟ يابا قولوا له ما نشتري المحاضرة، مو هسه نشتري، تريد تدلنا المايك. ف هاو تو بريفنت، المهمة هاي الاسكيميا، فما تخليها والله احنا دا نكبر بالعمر نخلي الاسكيميا، ما يصير، لازم اكو فد عندي، لازم عندي فد بريفنتيف رولز، بريفنتيف ميجرز لازم اخذها حتى امنع الاسكيميا، خو مو ابقيها. زين، انا هناك قلت اثيروسكليروسيس، هنا الاسكيميا، حسب ما اعتقد انتم تعرفون شنو معنى الاسكيميا. الاسكيميا يعني نقص بالاكسجين. زين، احنا الارتريز شنو هي وظيفتها؟ يعني عندها عده وظائف، لكن من ضمن الوظائف مالتها انه تنقل لي البلاد، البلاد ينقل نيوترينتس والاكسجين. فاذا ينسد عندي لليوم المادة اكثر من 70% دائما وابدا، اكرر هاي العباره، اكثر من 70%، فمعناها التارجت تشو، الريليفنت تشو اللي سبلايد باي ذات ارتري will be deficient from oxygen and the nutrients. اذا صار deficient from oxygen هذه الحاله نصيح لها اسكيميا، اللي هي قد تجيني على شكل cardiac diseases، يعني كاردييك اسكيميا، قد تجينا على شكل سيربرال اسكيميا، ستروك، تي اي اي، كل هاي المواضيع ان شاء الله ناخذها، او تجينا بيرفرال فاسكولار ديزيز، واحد عنده لم اسكيميا، كلها هاي سببها اكو اثيروما، اكو اثيروسكليروسيس بالريليفانت ارتريز، ريليفانت تريبيوتريز. اوكي، زين انا كيف امنعها؟ عندنا بالحقيقه ways or two methods, two strategies to prevent that. اكو واحدة نصيح لها primary prevention، اللي هي هاي كلها انتم ما مسؤولين عنها بصراحة، يعني هاي كلها مسؤوليتنا احنا كphysicians، بس انا دا اقول لكم اياها لاسباب راح اشرح لكم اياها. اكو primary prevention، يعني شنو primary prevention؟ يعني واحد مجرد عنده risk factor بس كل شيء ما بي، لا سكيميا ولا شيء، واحد يدخن عمره بالخمسين سنة، ممكن عنده أو ما عنده diabetes hypertension but otherwise as well، ما عنده مشكلة بالvessels، هذا نصيح لها primary prevention، يعني نمنعها قبل حصولها، يعني المريض ما عنده manifestation of ischemia بس احنا نمنعها حتى لا تصير. هذول نقول لهم اكو فد معلومات معينة، هي هاي حتى معلومات لكم طبعا، لأنه exercise regularly، الاوبزيتي، الايتينج مالتك كود كلش زين، او تتجنب قدر الامكان تسوي كنترول للديزيزز مالتك، شنو عندك ديزيزز تسوي لها كنترولينج، هذا بالبرايمري بريفنشن، هاي كل البوبيوليشن نستخدمها. اما المرضى اللي يجون عندهم ديزيزز، يعني دايابيتس، هايبرتنشن، هذول كلهم نعالجهم حتى نسوي اوبتمايزيشن فور ذير كنترول. اعيد هاي النقطة، احنا الاسكيميا تجينا بحالتين، يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري انا راح اسوي لها بريفنشن، شلون سوري الاسكيميا قبل لا تجيني انا راح اسوي برايمري بريفنشن، يعني الفيزيشنز دوره مو بس اذا صارت اسكيميا اجي اعالجها، لا، وانما قبل حصولها كود نعالجها. طبعا هاي المساله دا اذكرها نفس ما قلت لكم، هذه اذكرها لانه الك ك دنتست، اهلك، جوارينك، اصدقائك، انت هاي تفيدك، وثانيا بعدين اشرح لكم اياها ليش. هذا نسميها برايمري بريفنشن، يعني تو بريفنت ذا ديزيزز فروم اوكرنس، يعني نمنع الاوكرنس اوف ذا ديزيز، هذا برايمري بريفنشن. بها نوعيتين، بها مال population strategy، كل الناس اقولهم سووا exercise، do not smoke، controlling الدايت مالته قدر الامكان، هذا primary prevention. ال primary prevention strategy الثانية اللي هي
targeted strategy. يعني أروح وين ماكو واحد عنده diabetes, عنده hypertension, عنده other medical diseases, أجي أعالجه. أقول له يابا كود أسوي لك optimization قبل أن يصير عندك ischemia. النوع الثاني secondary prevention, وهو أنه المريض يصير عنده ischemia, يصير عنده ischemia. فأنا شنو وظيفتي؟ وظيفتي أنه أعالج هذا الإسكيميا. هاي وظيفتي. إذا أنا بالحالتين يعني primary prevention والsecondary prevention دخلت بيها. هسه نجي للسؤال المهم اللي هو تقريبا ينطينا الأيم البيربوس من هاي الليكتشر. لويش أنا شرحت على الأثيروسكليروسيس؟ شو العلاقة؟ إحنا ما رح نتخرج كفيزيشنز. أنا بصوتكم هسه دا أتكلم, ما رح أتخرج أنا فيزيشنز ولا جنرال دكتور, أنا دنتست. شو العلاقة؟ أنا أقول لك شنو لك علاقة. لك علاقة نوبات. أنت لما المريض تريد تشتغله في الدنتال سيرجري, أي انترفنشن whatever simple تتوقع, حتى لو كل شيء simple whatever. ما أعرف أنا طبعا بالسيرجريز عندكم التايبس مالتها, اللي ببالك أنه whatever minor, حتى لو فد minor operation, مجرد اسمها intervention. عادة المريض من تأخذ منه هيستوري تقول له أنت عندك ischemic heart disease, عندك hypertension, لا ما عندي ذني. أوكي, لك ما عندي ذني. بينما هو بصراحة بتفتش بالأدوية مالته راح تلاقي أنتي بليتليت موجودة واستاتين موجودة. الاستاتين مو كلش يأثر علينا, لكن تلاقي أنتي بليتليت موجودة عنده. هاي الأنتي بليتليت طبعا انترفير ويا الفيلد مالتنا ويا الدنتال اوبريشن اللي ممكن يسويه او اي دنتال انترفنشن. فانت راح تسال شنو هذا؟ ايش ياخذ اسبرين؟ ليش ضغط؟ لا عنده كل شيء, على شنو طلع منطينا اسبرين؟ يلا روح اقطعها وتعال ارجع لي. ما لك, ماكو داعي لها. هاي خطا. نوبات ننطي هاي الانتي بليتليت فور سكندري بريفنشن, مشكلتها انه تعيق العمل مالتي. بالجهه الاخرى يجيك مريض شنو عندك امراض؟ يقول لك عندي سكر وعندي قلب. شنو تاخذ العلاجات مالتك؟ يقول لك يحب انطوني, انا ما عجبني, انطوني علاجات سكر وانطوني علاجات مالت قلب. تاخذ اسبرين؟ لا ما اخذ. ينطونك فتشي على مود سيوله مال الدم؟ لا دكتور ما اخذ. اذا ما مستعجل راح تقول له بالله دز لي ادويتك خليني اشوفها. شوف الادويه مالتك تلاقي انت بليتليت, بس هو ما يعرف سوى الاسبرين. هذه سكندري بريفنشن اعطيناها هي. او ما يعرف شنو وارفرين. اكو دراجز كلش جديده, انتي كوكولانت ثيرابي, ريفروكزابان وغيره, كلها جديده ما يعرفها المريض وما يعرف من تستخدم اصلا. فكود الراقب. ولذلك هذا المدخل مالتنا مالت اليوم نقرا بصوره حتى لو بسيطه, بس هو المدخل مالتنا. يعني باشر عقبا إن شاء الله من ناخذكم بالمحاضرات ما راح أشرح لكم ترى الأثر على الأثيروسكليروسيس بعد, ولا راح أقول لكم هذا أسوي له سكندري بريفنشن وشنو سكندري بريفنشن. هذه يومكم إن شاء الله راح تكون. أتمنى أنه وضحت الصورة. هذا اليوم هي محاضرتنا منا وجاي إن شاء الله على الكلاسيكال إن شاء الله وأوفيشيالي. ندخل على الزوم مالتنا إحنا في حينها, أريدكم تنزلوها. أي أكثر لا تخليه ببالك. أنت لربما أسئلة تعتبرها بسيطة تريفيال عيب أسألها, لا العيب أنه عندك سؤال وما تسأله. أنا اختصاصي وعلى وأسأل أستاذ مساعد طبعا وأدرس كليات الطب, من أحتاج أسأل أصدقائي جدا عادي. سؤال موحد إياك إنه تقول أنا عيب أسأل. بالعكس عيب إنه ما مباشر تلاقيك مريض وتبقى تعالج, أو إنه ما تعالج بصورة صحيحة. أي سؤال عندنا الجروب مالتنا اللي سويناه هذا ممكن نستخدمه كديسكشن فورم. يعني أي استفسار, أي سؤال على الموضوع, عبالك فت فكرة تطرحها أنت وجماعتك, ما عندي أي وقت ما تحتاجون أن تسوي انتربين دوري يا هي النقاشات
حبيناكم. دوري هذا هاي جزء بالباقي لابس كانت رجال. هذا الجروب مالتكم وهذه الكم، يعني لازم تناقشون بيناتكم على اي مواضيع اي توبيك ما فاهمينها لازم تقولوها، لانه اكو شيء عندنا يسمونه كيرس اوف نولج، يعني كل ما واحد يكبر وعلميته تزداد كل ما نوعا ما يصير صعب ايصال المعلومه للطلبه الاقل منه، فهذه عيب بينا احنا الاساتذه ونطرحها قدامكم ونقول لكم بانه لا تستحي من انه تسال، احنا لبالنا انه مغطين كل الماده بس هي في الحقيقه اكو جوانب بيها، اي محاضره بيها في الجوانب تلاقونها obscure ambiguous هذا لا توضيح. فدائما وابدا انا اقول دائما اسال، الفكره انه لا تنام ليله وانت ببالك في السؤال طب ماخذه بالمحاضره وانت ما فاهمه، لانه لازم تفهمه حتى تكون شخصيتك اللي احنا نريدك تكون بيها ان شاء الله. اوكي فطلابنا ان شاء الله هذا محاضرتنا اليوم، ما اريد اطول عليكم، هي كلش ايزي قلت لكم، هي مدخل، هي المفروض هي بس انترودكشن ونعلمكم عليها، بس هي هاي كانت فد مدخل، استغليت هذه المحاضره انه مدخل. عندنا 5 دقائق ان شاء الله اقدر اقول لكم بيها، محاضراتنا ان شاء الله راح تبلش من الاسبوع القادم، راح ندخل نبلش مديسن حقيقي بعد. راح احاول انه المحاضره اخليها دنتست سنسرز، يعني ما راح بالصوره اللي ننطيها للطبيه لان انتم تحتاجون في شيء كلش قليل، لكن بنفس الوقت ما راح اخليك تكون ديفيشن، يعني لما مريض يجيك يقول لك انا عندي هايبرتنشن لازم تعرف انت هذا الهايبرتنشن شنو يقصد به وشنو الدرجز اللي يعطون هي وكيف الطبيب راح ممكن يتعامل وياه، لانه انت ليتر اون ان شاء الله باي انترفنشن من تسال المريض ويطلع عنده في الميديكال ايلمنت لربما تحتاج في الميديكال كونسلتيشن، فانت انيشيال الميديكال كونسلتيشن من تكتبها كنت تعرف هذا الديزيز شنو، وعلى اقل تقدير كنت تعرف الطبيب اللي دزيت للكونسلتيشن شنو بباله راح يسوي في ميجرمنت او انترفنشن. اوكي اتمنى المحاضره كانت خفيفه عليكم وما ثقلنا عليكم، ونفس ما اتفقنا اي استفسار اي سؤال ان شاء الله تقدرون تطرحونه سواء على الجروب مالكم اللي هذا ديسكشن فورم بيناتكم، تسولفون على الميديكال اورماتيس كلش عادي، وبالعكس هو هذا الايم مالتنا نسميه هذا ديسكشن فورم، هو هذا الجروب مالتنا هذا خاص بالديسكشن مالتنا وخاص باعطاء الملاحظات شوف المحاضره الامتحان شلون راح تسوي لنا اسسمنت، هاي الاسئله تجي ببال الطلبه، فانا مستعد ان شاء الله انه وياكم نتعاون سوا ان شاء الله انه نعبر هاي المرحله، ان شاء الله هاي المحاضره جلتها، فاذا ما كنت ان شاء الله وموفقين ان شاء الله طلابنا.